خليني اوريكم ازاي الحاره دي هتتحول من كده لكده. الست ليلى رمضان عندها مختلف. بعد الجمال والعز ده مربينا على العز، عشان قصه حب في الصعيد يحب الزينه ويحب المواضيع دي، بقت بتحتفل برمضان بطريقه مختلفه. بقى رمضان عندها فعلا حاجه تانية، مش بس بتعمل زينه رمضان في بيتها، لا بتعمل الزينه في الشارع كله. رمضان في مصر غير الدنيا. ست ليلى بتحتفل برمضان غير اي حد. عشان نقابل الست ليلى رحنا مدينه قنا قريه الزوايد. انا اساسا من مصر اصلا، بس الاصل الجدود والام والاب من البوصليه، من كومومبو من ناحيه ادفه، عشت في مصر. فين في مصر؟ شارع 26 يوليو. بعد كده لما خدت عربي قعدت في عزبة الصعيدة، شارع اسمه عزبة الصعيدة ناحية الكتكات. فجيت تعب قال وديني بلدي، فطبعا لما خدته رحت جيت بيه هنا. انا قاعد هنا ليه 40 سنة، البيت كان مش مبني، كان بتسينة. قعدت معاه. اللي وصلني الليلة وعرفني بيها هو حفيدها طه. انت بالك قد ايه يا معلم بتعمل الحوار ده؟ انا دلوقتي دي السنة الستة او السبعة. بتيجي بقى كل سنة هنا؟ واخر سنتين خدت مع اصحابي اسحب كده، عبد الهادي، عبد الرحمن، صلاح، محمد وليد. بيجوا منين؟ معانا خالص من القاهره برضو كلنا. بنيجي عشان ليلى بس. والله والله بنيجي عشان ليلى، عشان نفرح ليلى ونفرح بفرحتها. ده كان نفس السبب الاولي، مع ان انا بقى قريب الدم، بس برضو كان ده سبب الاولي انها بتفرح فعلا من ده. اديني زينه. يلا يلا دهاني. يلا هتجيب الاوراق الزينه الاول. الاوراق الاول. لا الزينه الاول. يا سلام عليك. الموضوع السنة ده بقى لي دلوقتي بتاع زيادة عن 15 سنة، عشان علشان الراجل بتاعي كان بيعمل، كان بيحب، كان بيحب الموضوع، يحب الزينة ويحب المواضيع دي، ويقعد هنا يفرش الحصيرة، يركب ويشغل العيال معاه، طول عمره بيحب الحاجات دي. أنا خدتها يعني، أنا ما مرضتش أقطعها عشان خاطر هو عزيز عليا، يعني رباني وكويس معايا، كان كويس معايا. انا من وليد مصر. منين؟ من شارع 26 يوليو. وايه اللي خلاك تسيب القاهره وتيجي هنا؟ ما خرجت معاه لما لقيته تعب. اما لقيته تعب ازاي اسيبه، جبته وجيت قعدت هنا. فتحنا كافيتيريا على الجس. جه بقى لما تعب قوي رحنا سكتنا من الكافيتيريا، بقت مرايه عياله. خدت بعضي ورحت مصر، تعب تاني عالجته وجبت بيه تاني. برضه الزينه بقت احطها، يعني هو اللي اخترع الزينه وهو اللي شجعني على كده. هو كان انسان جدا. هو الموضوع اكبر من الزينه صراحه، يعني هي الموضوع مش موضوع زينه، الموضوع موضوع حب. فكره ان هي لحد النهارده بتتكلم عن جوزها بالطريقه دي. جوان اتجوزك تاني بعده؟ لا يمكن. مش عشان يكمني معايا رجاله كبيره. لا، عشان هو بكلمك جد، يعني ما يبقاش شهامه وجدعانه وراجل وحافظ كرامته من ساعه ما خدته لحد ما مات. ما فيش حد هز ديله باي حاجه، كان يقف وسط المكان، كان ثابت نفسه. نفس الحب اللي هي غالبا حبته له اول ما اتجوزه لحد النهارده بتتكلم عليه بالشكل ده وبالطريقه دي، وفكره ان هو ما فيش غيره. ده كان انسان وراجل من بعده ابدا، وجاني يعني مش هقول لك ما جانيش، بس لا يمكن معايا كان راجل راجل، ما فيش بعده ولا قبله. بكلمك جد، كان راجل حنين وخيره على ناسي وخيره على اهلي، ما حدش كان خيره عليه، ولا حد هزله حاجة، ولا حد جاب له أي حاجة، ولا حد له واجب عليه. قصة من قصص الحب اللي يمكن ما تذكرتش في كتب بتتذكر في الفيديو ده. شو الصورة دي؟ كان عندي بتاع 40 كده، كان أول سنة في الحج. أنا بعد ما جبت العيال حجيت. أنا معايا 6 عيال، 5 رجالة وبنتين، 7 كمان اهو. يعني حجيت؟ حجيت 5 مرات ما شاء الله. دلوقتي عندي بتاع 70 اهو، بس صغيرة. الشوارع لما تمشي هتنسى اصلا جيت منين. في الشوارع كل واحد له مصيره، ورزق حد صعب ياخده وحد غيره. في الشوارع كل شيء ظاهر حقيقي، وفي كل شبر بلقى ميه تبل ريقي. الشوارع مدرسه من غير ناظر او استاذه، كل ثانيه فيها درس وكل خطوه بفلسفه. فقعدت بقى بيه، اما تعب رحت قعدت بيه، اتحش بيه في الاميري، خدت شهر. الاميري مسميني ام عربي في المستشفى الاميري اللي في جنة. اخد شهر شهر اقعد بيه واجيبه واجي، امشي تاني اروح مصر، يطردني امشي اروح مصر، يتعب يتصلوا بيا الناس، اجي اجري تاني اعالجه.
واتحجز في الأميري. ليه كنت بعزه؟ بكلمك جد، كان هو حلو، كان حلو والله. الواحد مش مبسوط قوي ان هو دخل عيا رمضان واهلنا في غزه ما زالوا بيعانوا. الشباب طبعا يشكروا ان هم بيعملوا ده، حاجه حلوه ان هم جايين يفرحوا جدتهم وكده، ولكن كلنا بندعي ان اللي بيحصل في غزه ينتهي قبل رمضان. يوسف متخصص في الكهرباء، مهندس كهرباء، جاي مخصوص فعلا فعلا علشان يقفل شغل الكهرباء هنا، يقفله صح، ما يبقاش فيه حاجه فيه بايظه. فجيت وسط، فقعدت بقى جم العيال كلهم، خلوه بقى قفلوا على الباب هنا الصعيد، ما بيخلوش الميت ازيد من ساعه. الواد ايمن وقف على الباب قال ما فيش اي حد يخش لابويا، وابنه اللي حماه برضه غسله، دفنوه وعملوا الصوان هنا وقاموا بالواجب عيالي، فجم ياخدوني. كان هو بقى مأمنني ما سيبش البيت. الاعلام دي مش احنا اللي جايبينها، عبد الله مسمح الفلسطيني هو اللي بعت الفلوس وخلاني ان انا اجيبهم عشان يتعلقوا في وسط الزينه. هو كان نفسه يبقى معانا السنه اللي فاتت، كان معانا، بس هو السنه دي للاسف مش عارف ينزل، هو حاليا على الحدود، لا عارف يدخل ولا عارف يرجع، بيته اتكسف، كل حاجه باظت. صاحبنا المره اللي فاتت نزل معانا هنا وكان معانا في الاجواء وقعد معانا الكام يوم اللي احنا قعدناه، معلق معانا الزينه وعايش معانا الايام اللي احنا عشناها هنا، ورجعنا مع بعض ورحنا أسوان مع بعض ورحنا الأقصر مع بعض. الأحداث اللي حصلت في شهر 10 خلت إن هو ولا عارف ينزل ولا عارف حتى يرجع بيته. عامل إيه؟ يا عبود ادعي له بقى حاجة، ربنا معاك ويصلح حالكم وينصركم. والله ليك وحشة يا زلمة، والله ليك وحشة والله، إن شاء الله هتتنسروا، إن شاء الله هتتنسروا يا عبود. انا متضايق ومخنوق والله كبرنا 100 سنه في اللي احنا فيه هذا. يعني عن جد انا والله ارحمكم، وان انا ما طلعتش معاكم السنه هذه اقسم بالله. انت فين دلوقتي؟ انا صفح جنب رفح، عبود على الحدود، عبود على الحدود بحقه حقيقي دلوقتي. يا صاحبي باذن الله كل ده هيعدي على خير، وان شاء الله ان شاء الله هنتقابل، هتيجي قنبله من عند ربنا مش من عند حد تاني. اه والله من عند ربنا. وزي ما انت شايف بقى يا عم كريم، زي ما انت شايفين كده طبعا الفرحه عايمه وماليه الدنيا، عشان طبعا النور نور خلاص والدنيا الدنيا اتعلقت وكل حاجه. اليوم اختلف تماما، المكان نفسه اختلف، الشارع تحس انه بقى ليه روح كده، وتحس ان انت خلاص دخلت في رمضان. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ورمضان كريم، سلام.